ما حد علمني، أنا صنعت نفسي بنفسي، مجرد الطبخ والخبز. تعلمت الخبز بسنة 2002، تنور طين مو مثل هيكل التنور، ذاك حطب، كان عمري 14 سنة، يعني أتوقع قوة ألوح التنور، فاحترقت إيدي من ناهج. ما ينحرق ما يتعلم، ما استسلمت، ظليت بعجن وبخبز، هذاني واغز يعني، هي شلون اكتشفت الموهبة، يعني كنت فرحانة بيها كثير. علمني كان وقت عندنا عزيمة يعني طبخ، وهو تقريبا بالخمس كيلوات رز تمن. قالت مريم أنت تطبخ، قلت لها أنا ما أعرف، وثمان كيلوات لحم. صدق يعني عملت الطبخ، طبخت بالخمس كيلوات، صار ذاك التمن تريده بخاطرك على قولت اللي يقول زين. والأكل يعني لما نجت العالم قال هذا مين الطبخ؟ قلت له ما انا اللي طبخت، يعني ما صدقت العالم بين انا طبخ. يعني والله قلت لك 15 يوم هيك الشهر، يعني اقل الشهر، خبروني على عرس. العرس جايبين 180 كيلو لحم، خمسة اكياس، شايف العرب بالعربه هذا 30 كيلو، خمسة اكياس تمه. قالوا يردون صلصه ويردون هاي الشغلات، زين هاي بدها كلها يعني لازم. فاستحيت اقول لهم ما اعرف. طيب حكوا يتصلوا ويا مريم شو اسوي؟ قلت لك كمل لا تردد. يعني هي مسؤوليه تدري بعد التهناك، يعني لما تعزم العالم بال 200 شخص 300 شخص 400 شخص، يعني هوايه تجيك الناس، بس لا طلع فيري نايس. يعني بالاعراس مناسبات حفلات يتصلوا علي اطلع. هلو مشتاق. أنا ليش علمت للطبخ حتى يعيني وشامل كل عليك؟ أي نعم نعمل حلويات، هناك الأعياد هواية، يعني أي نوع أنت تريده بتأشر عليه تلقاه فيه، يعني كل موسم تجديد إنا مثل ما تقول، إحنا العيد عندنا أكثر. الحلويات ابدا لا اهلي ولا عشيرتي ما حد يعرف صنع الحلويات، صعبه ما يستعملونها. انا اختاريت الصعب وعرفت السهل، الخياطه وصابون كمان حلاقه بعرفها حلو. أنا عشيرتنا ما تقبل البنت أنها تشتغل، ولا قبلوا حتى أعلم كادر، يعني طلاب عندي أعلمهم ما قبلوا. أنا صار لي فترة، يعني صار لي 4 سنوات هنا وتركت مهنتي هناك، فلما جيت هنا أبدهم عمل رجع ذاكرتي اللي كنت أعمل بيها قواني، يعني فرحت بالعمل صراحة، يعني أقدم شيء مو مثل هم اللي يقدمونه. خو يعني ليش انا ظل قاعد بالغرفه شرد اسوي؟ هذا اتجينا انا هم نستلم تضحك وياهم ونشوفهم، صح لان هم ناس كلش طيبين. يعني ساعات هو يعد الفراغ، على الاقل ياكل لهم لقمه حلوه، يجوز خطيه، يجوز بعض البنات ما يعرفها، حتى لو ما يعرفها يتعلم من شويه شويه، هم جايين نقلن احنا جايين نحكي، هذا تعلمه، هذا هيك سوى، هذا هيك سوى. نحاول المطبخ عراقي والله. يعني احب الطبخ، احب اتفنن بالاكل، احب هو اسوي الشغلات، يعني ارسم لي فراشه، ارسم لي شجره.
اللي يريد شيء يعني لازم يخلي بباله ولازم يقدر هذا الشيء ويحترم عمل اللي يشتغل به هو. العقل إذا عدت وأنت متمكن تقدر تصنع الخير. Man.